وبعد كده عندنا دي دايفرتيكلوزس. خد بالك دايفرتيكلوزس كان اهم سبب يعمل لور جي اي تي بليدنج لو انت فاكر خط المراره احنا بنراحه معايا. وفي عندنا كمان مرج الام مالاريا وعندنا الار اللي هي رينال فيلير. وارجع للرينال فيلير كان في حاجه اسمها يوريك ديزنتري في جي اي تي. وبعد كده جي دايارديا. خد بالك ان الدايارديا تعمل دايريا لكن ديزنتري باين قوي قوي قوي. فساعات يجي في الام اس كيو يقول لك كل دول بيعملوا مثلا ديزنتري اكسبت. يجيب لك دايارديا في الاختيارات لو الثلاثه اللي قبل كده بيعملوا اكتر يبقى الجارديا ما بتعملش. يعني هي فيري ريل يعني هي تعتبر تعمل لكن ريل او تعمل دوريه اكتر طبعا. فالمهم ده كده اللي هي الاسباب. اما تيجي تتكلم على اي نوع من انواع الديزنتري بقى عشان يبقى الامور سهله قوي يا جماعه لان الموضوع دي ساعات بتدور الموضوع سهيفه. في عندنا ابيبك ديزنتري هنشرحه في الباسيلر ديزنتري في بالهانزيا ديزنتري. في اي نوع من انواع الديزنتري لازم تتكلم عن كام حاجه. اول حاجه لازم تقول الكوزاتيف اورجانيزم. بعد الاورجانيزم لازم تقول المود اوف ايه يا جماعه انفكشن او ترانسميشن. وبعد كده الكلينيكال بيتشر دي تهمني بقى. كلينيكال بيتشر لازم تقسمها كده اسيمتوماتيك سيمتوماتيك كومبليكيشنز. حلو الكلام. والسيمتوماتيك ركزوا معايا في اللي انا هقوله دلوقتي دايما نقسمها A و B. يعني دايما في كل الانواع اللي هنشرحها تلاقي في A و B. يعني في الاميبا مثلا هنقسمها اكيوت اميبيك ديزنتري كرونيك اميبيك ديزنتري معايا. في الباسيلر ديزنتري هنقسمها اكيوت فيز وكرونيك فيز وهكذا يعني. المهم بقى طب وبعد كده في عندنا الانفستيجيشنز زي ما احنا قلنا في اول الحصه خالص ان اي موضوع النهارده هتبقى الانفستيجيشنز 4 اس اللي احنا قلناهم. يعني خلاص بقى نبقى ان احنا نقول لهم الا الكلمات السبيسيفيك بس. يعني هنبقى في سيجمنت سكوب هيبقى في كلمه سبيسيفيك دي اللي هنقف قدامها وهي اللي بتيجي في الام اس كيو. العلاج قلنا العلاج برضه في اي موضوع بيبقى ال 4 اس معايا. ايه هم ال 4 اس او 3 اس كفايه اللي هو سيمتوماتيك وسبورتيف وسبيسيفيك. اللي انا هقوله طبعا هو السبيسيفيك لان السيمتوماتيك يعني هتعالج الدوريه ازاي هتعالج الفوميتنج ازاي الكلام كله حمادة بالجنزبيل. والسبورتيف ان انت ممكن تدي تي بي ان او ما الى ذلك توتال بارنترال نيوتريشن او ما الى ذلك. المهم نبدا في الاول نشرح الاميبيك ديزنتري. اميبيك ديزنتري طبعا احنا في مصر 100% من الشعب المصري عندهم ايه يا جماعه انتاميبا هيستراتيكا. الاوفا بتاعت الاميبا دي خدوا بالكم احنا خدنا قبل كده الاميبيك ليفر ابسس. الاوفا دي المفروض ان هي متشعلقه فين يا جماعه في القولون. لما بتخترق القولون تقوم تعمل ايه؟ لسه جايه دلوقتي ولا ايه؟ لسه جايه والله. فالمهم حظك وحش ربنا كده من 10 دقايق كانت تمرين فالمهم في عندنا هي متشعلقه في القولون. بيني وبينكم انت اميبا ما تتفزوش على اهالينا يعني كلكم عندكم اميبا بس مش شرط تكون عامله لك مانيفستيشنز. لما تبدا تنخور في الميكوزا بتاعت القولون تبدا تعمل لك ايه يا جماعه؟ الديزنتري ده. المهم الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاميبا ايه؟ هنقسمها قلنا ايه وبي الاكيوت وقلنا ايه يا جماعه؟ كروني. الاكيوت اميبيك ديزنتري بكلمه واحده بس او في كلمه واحده بس بيشتكي من ايه؟
واحد عنده اكيوت اميبيك ديزنتري هيشتكي رقم واحد من ديزنتري. وفصص الكلمه يعني ايه تفصص الكلمه؟ يعني قول دياريا وميوكس وبلاد وتنزمس. لكن خد بالك بقى، دياريا تمتاز بانها ايه في الاميبا؟ مايلدن. يعني ايه مايلدن؟ اقل من 8 مرات في اليوم مهما كان، لكن مش هيخش اكتر من كده. وعشان كده بقى، هل العيان ده في الساينز يا جماعه وركزوا معايا، هل هيبقى فيه فيفر؟ هل هيبقى فيه ديهايدريشن؟ يقول لك نو ديهايدريشن نو فيفر. نو ديهايدريشن ليه؟ مين يعرف يقول؟ لان الدياريه تمتاز بانها مايلد. طب نو فيفر ليه بقى؟ لان الاميبا، وخدتوا الكلام ده قبل كده، تمتاز بانها سطحيه. عشان كده انا دايما اقول اي كيو اميبا. على فكره اي كيو اميبا ليه بقى؟ عشان هو الطلب السطحي قوي. يعني هي سطحيه قوي يا جماعه. يعني ايه سطحيه قوي؟ يعني تيجي كده انتوا عارفين القولون بيبقى ايه يا جماعه؟ ميكوزا وسب ميكوزا وراها العضلات. يا دوب هو بس بيجي يلعب في الميكوزا بس، فما بيخترقش جوه عشان يعمل، ما بيوصلش للدم قوي، عشان كده ما بيعملش فيفر. يبقى ده كده اللي هو الاكيوت. طب الكرونيك بقى، الكرونيك عباره عن ريكرنت اتاك اوف اكيوت اميبيك ديزنتري. يعني باستمرار بيجي له ديزنتري. ممكن يبقى عنده ابدومينال بين، والابدومينال بين بقى يحصل حاجه اسمها اميبوما. ممكن تيجي هنا مثلا في الرايت اريا فصه، فممكن تلخبط مع تشخيصي يا جماعه. ازاي ده؟ ممكن تيجي في الليفت اريا فصه، ممكن تيجي هنا كده فتلخبط مع بانكرياتايتس ترانسفيرس كولون. فالمهم هذه هي الاميبا. اظن الموضوع سهل قوي. الكومبليكيشنز بتاعته هي اميبيك ليفر ابسس، ودي احنا قلناها قبل كده فين؟ في الهيماتولوجي. لما قلنا واحد بيقول ايا كيبني وايا رئتي ايه يا جماعه؟ اليوم لو انت فاكر كانت الكلمه المضيئه ايه في الليفر فانكشن تيست في الاميبيك ليفر ابسس لو انت فاكرين؟ الكلاين فوسفيتيز كان بيبقى عليه قوي معايا؟ لو انت فاكرين البق ده، مش عارف فاكرينه ولا لا. المهم يعني ده كده بيحصل اميبوما. ممكن تمشي ايدك كده على الكولون تقوم تحس بماس. خد بالك ان الماس في الحاله دي ممكن تلخبط مثلا مع الكانسر، تلخبط عشان ديفرنشال دايجنوزس. الانفستيجيشنز ما احنا قلنا اربعه بالاس. الاس اللي انا هقولها هي ايه يا جماعه؟ سيجمويدسكوبي. ولو ان السيجمويدسكوبي احنا قلناه من شويه انه سوبرفيشال ليجن، تلاقي الالسر سوبرفيشال عامل زي فلاسك شيد اللي هو عامل زي القمع. هم ليه سموه زي القمع يا جماعه؟ لانه بيبقى بياخد ميكوزا وطبقه صغيره جدا من الصاب ميكوزا، يعني طول ما هو ماشي بيصغر كده. هو القمع انتوا عارفين القمع بيبقى كده بيصغر كده، فاقول لك هو فلاسك شيد وبيتوين كل انسر والتاني نورمال. يعني تلاقي الحته دي هيلسي وبعدين يجي قمع تاني كده وبعدين هيلسي وبعدين قمع تالت، فتلاقي حتت فيها انسر وحتت سليمه، حتت فيها انسر وحتت سليمه، وبياخد شكل الفلاسك شيد. ندخل بقى بعد كده نتكلم عن ايه؟ العلاج. علاج الاميبا انتوا اكيد عارفينه، ايه الانتي اميبيك دراجز؟ يا اما ادويه تحس تقيله قوي على قلبي، ادويه تعالج الاميبا طبعا انتوا اكيد عارفينها من النقطه العامه. يعني ما تحاولوش تقنعوني ان انتوا عمركم ما اكلتوا جالكم مثلا ايه يا جماعه؟ خدتوا الحاجات دي بتاعت الاميبا والكلام ده؟ في حاجات بتلعب على اليومن بس في الجهاز الهضمي، في حاجات اكسترا اليومنال، في حاجات ميكسد طبعا اللي انتوا عارفينها الميكسد. ميكسد يعني بتاخد الاميبا في اي مكان وفي اي وقت وفي اي زمان، يعني سواء بقى جوه اليومن سواء بره اليومن، زي طبعا ده المشهور جدا فلاجين معايا. في كمان فلاجينتيل. ايه الفلاجينتيل ده؟ فلاجين طبعا عارفينه 750 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم لمده 10 ايام. على فكره عشان الفلاجين يجيب تاثير لمده من اسبوع ل 10 ايام. وعشان الفلاجين يجيب تاثير احسن، على فكره دايما اطلب من العيان ان ياخد الفلاجين هو وكل اللي قاعدين معاه في البيت. انت واخد بالك؟ اه والله فعلا، يعني عشان تقضي على الاميبا في البيت ده خالص. واضح ولا مش واضح؟ حتى دايما الستات الحوامل على فكره، لان بتبقى خايف من الانفكشن وبيبقوا معرضين للانفكشن شويه، فبياخدوا دايما الفلاجين. ودايما تقول لها ايه يا جماعه؟ وخلي جوزك والعيال كمان ياخدوا فلاجين. تخيل اللي هو بتبقى كده، يعني تلاقيها جايبه الفلاجين لكل البيت. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ الفلاجين. في كمان بقى فلاجينتيل. فلاجينتيل اللي هو التيني دازول، احسن شويه والجرعه بتبقى اقل، يعني ممكن ثلاث ايام او اربع ايام بكتير او خمس ايام. فالتيني دازول احسن، بس هو اللي انتوا عارفينه اكيد الفلاجين. ايه الادويه اللي بتشتغل على اليوم اللي بعده؟ ادويه اساميها تمتاز بان اساميها سهله قوي وممتعه قوي ولذيذه قوي وما بتتنسيش قوي. اللي هو ده في دواء مشهور قوي اسمه ايه يا جماعه؟ داي ايودو هيدروكسي كينولين. انت عارف الدواء ده اللي هو ايه؟ الانتوسيت. عارفين الانتوسيت بتاع السم؟ هو ده بقى يا سيدي اللي هو داي ايودو هيدروكسي كينولين. معايا؟ على فكره الجرعات كلها 500 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع اسبوعين. يعني ده بقى الجرعه عشان برضه تبقوا فاهمين جرعات. عايز اعطس مش عارف بيبقى احساس الخبره، انا عايز اعطس. مش ركز. المهم يعني بيقول لك ايه بقى؟ فده كده اللي هو اليوم معايا؟ اليومنا رقم بس الورق رقم واحد يومنا. واليومنا داي ايودو هيدروكسي كينولين. او ممكن دواء تاني اسمه سهل قوي، اسمه ايه بقى يا جماعه؟ فينسولين كينينز. شفتوا الاسم عامل ازاي؟ لو انت مش عارف تحفظ الاسم ده، لو انت مش عارف تحفظه، اسمه انتوبكس اللي هو انتو بس. انتو بس هرجع راسك بالورقه. المهم رقم واحد داي ايودو هيدروكسي كينولين، ورقم اثنين فينسولين كينينز انتوبكس
اللي هو عايز تعرفه بطريقه سهله انتو بس طيب ايوه ده هيدروكسكلورين ده الاول انتوسيت مش عارف انتوسيت حاجه ثانيه ده هو ما فيش انتوسيت خالص. طب رقم 3 الفيورازول ده اكيد خدتوه خدتوا قبل كده فيورازول يا جماعه خدتوا ايه يا جماعه ايه حاجات دي خالص ايه تعمل انتوسيت والله اه زمان مش دلوقتي فده ان في الفيورازول بس الفيورازول بقى موجود دلوقتي اكيد خدتوه يا جماعه عمركم ما اكلته بره مثلا كده او اكلته بره طب انا ليه حق انا ممكن اقول كده لان اه ممكن اسال سويسري دكتور مش احنا بنعمل اليوم ده اه بالظبط هو ده اللي زي الفيورازول بقى هو اللي هو الفيورازول في كمان بقى انتي بايوتيك انتي بايوتيك اللي هو ايه؟ اللي هو فيورامايد في كمان عندنا انتي بايوتيك انتي بايوتيك اللي هو ايه يا جماعه؟ برومومايسن وإريثرومايسن كلهم بص بقى لو انت عايز تكتب بقى الجرعات كلهم 500 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم من اسبوع لاسبوعين في ادويه اسبوعين في اسبوع اسبوع في ادويه اسبوع خلينا من اسبوع بس نط اسبوع اسبوع معايا في ادويه بتشتغل بره اليوم ده بس ما مش ممكن قوي بطلوا يستخدموها عشان الكارديو توكسيستي دواء اسمه سمعت عن اسمه ايميتين اللي هو دواء دي هيدرو ايميتين ده بيعمل اريزميا سيبكم من ده وفي دواء شهير جدا قلناه اكسترا اليوم ده اسمه كلوروكين وكان بيستخدم في الاميبيك ليفر ابسس لانه اصلا بيتابولايز في الليفر فمن باب اولى لما يبقى في اميبيك ليفر ابسس ادي الدواء اللي بيروح للليفر يقوم يقابل هناك مين؟ الاميبا يقوم يقضي عليه كلوروكين على راي المثل الكلوروكين له ثلاث استخدامات وعلى راي المثل الكلوروكين بيأثر على العين وبيعمل كل حاجه في العين اكسبت كاتاراكت كل دي الثلاث جمل اللي انا قلتهم دول امسكوا معايا بيعمل كل حاجه في العين اكسبت كاتاراكت ما بيعملش كاتاراكت بيعمل كورنيال ألسر ولا يعمل او اكسبت كاتاراكت ما بيعمل اي حاجه ثانيه ليتروباسي يعمل اوبتيك نورايتس يعمل سبلينايتس سبلينوميجالي فعلي يعمل اي حاجه فعلي لكن هو ما بيعملش ايه يا جماعه كاتاراكت ولما اقول حتى كان زمان الطب المصري بقى كلوروكين يا اولاد ارسموا جنبي عين يا اولاد كلوروكين بيحب العين هيعمل حاجات في العين ايه؟ ايه؟ ثلاث استخدامات بص يا بنتي اول استخدام ايه؟ حلو فاحنا كده ما شاء الله طب تاني استخدام ايه؟ ملاريا ماشي وتاني استخدام ايه بقى؟ ده مرض ده انت مذاكره ولا مش قلت هو طب ايه؟ طب ايه يا بنتي؟ روماتولوجي وانا روماتولوجي وروماتولوجي انا وفي الاخر فده كده اللي هو الكلوروكين والكلوروكين كان جرعته في روماتولوجي كام؟ اطمن عليك اشوف مذاكره ولا ماشي طب حتى برامج ولا اي حاجه طبعا واحنا بنراجع على فكره ضروري في كل برانش عامل صفحه كده دوس ليه بقى؟ لان مجمع اه متجمعين الجرعات المتشابهه زي بعض انتوا واخدين بالكم؟ طبعا خلاص المراجعه اه انتوا شبه هنا يبقى خلاص السلام بقى يبقى منازلك معتمد برضه منازلك على بصوا بقى يا جماعه انت تسافر رمضان كله مش شبه هنا في رمضان ليه قبل ما تخليك بعد رمضان؟ منازلك بعد رمضان الجرعه بتاعت الدمار 7 ونص ولا تقريبا 11 مره لا في الدمار بس لا كانت 250 بصوا بقى يا جماعه انا عامل راجع البلد بقى بطي بطي فالمهم يا جماعه ال خش على باسيلا ريتسنتي حط بس وقت جديد باسيلا ريتسنتي وبيجي حالا و جايز يا ريم انت عشان مذاكره روماتولوجي هتعرف فيه حاجه مهمه جدا دلوقتي في الباسيلا ريتسنتي بس انا زينت كان بتعمل مرض من امراض الروماتولوجي خدها في الروماتولوجي او هناخده في الروماتولوجي مش انت بتذاكر الروماتولوجي؟ هو انت بتذاكر ايه يا بنتي في الروماتولوجي؟ انا بسالت السؤال اللي هو سمعت عن سندروم اسمه ريتر سندروم؟ اه سمعت هو ده بقى بيحصل نتيجه ايه؟ الباسيلر زينت حاجه اسمها ري اكتف ارثرايتس هو انفكشن يلعب في جهاز المناعه ده هناخده في الروماتولوجي عموما خلينا في الباسيلر الباسيلر بقى بص اقطع دراعي لازم كلكم قبل كده مش هقول لك دخلته بباسيلر زينري كامله انما على الاقل حصل فيرست فيز اكلت اكله بره انت مش معقول يعني برضه ما اكلت مره كده قبل وقت بره ايه يا جماعه حصل باسيلر زينري معظم مطاعم مصر دلوقتي كلها ان لم يكن كلها ممكن تجيب باسيلر زينري بص بقى يا باشا جرام نيجاتيف عباره عن ايه؟ شيجلا تاكل في امان الله يقوم يجي لك دور ايه بقى؟ تربط معه جامد بتمر بمرحلتين المرحله الاولى فيرست فيس تشتكي من ايه وهي دي اللي انتوا اكيد مريتوا بيها يعني مش لازم تكون دخلت في ايه المرحله الاولى دي الاولى دي بتقعد يوم ليومين بتقعد كام يوم من يوم ليومين حلو الكلام تشتكي من ايه بقى درجه حرارتك تعلى فيفر كوليك بين اسمع بقى الكلمه دي يا جماعه مغص جامد دايريا
اظن كلكم اكيد مريتوا بالتجربه دي. ممكن لو الامور بقى كان المطعم متوصي بيك شويه او انت كنت بزياده شويه تقوم تدخل بعد كده بقى تقعد من اسبوع لاسبوعين في مرحلات ثانيه سكند فيز اللي هي عباره عن ايه بقى ديزنتري. هذا الديزنتري يمتاز بالاربع كلمات اللي احنا قلناهم اللي هما ايه يا جماعه اللي هي الضاريه وال والتنس مصر والميوكاس والبلد. والضاريه هنا بقى تمتاز بانها ايه بقى سيفيرا. اذا هل هناك دايدريشن؟ الاجابه يس في دايدريشن. هل هناك كمان هل هناك فيفر؟ اه في فيفر لانه هنا بقى مش زي الامين بقى سطحي لا ده بيتغلغل ويتوغل بيدخل يوصل لصمي الكوزه والماسلز كمان وعشان كده ممكن يجيب ايه يا جماعه؟ يجيب فيفر. الكومبليكيشنز هناك كانت الاميبيك ليفر اكسس خدناها فين؟ في الهيباتولوجي. طب الكومبليكيشنز هنا هتبقى ايه يا جماعه؟ اقول لك حاجه اسمها قولي بقى يا ريم حاجه اسمها ريتر سندروم. الريتر ده هنشرحه في الروماتولوجي وهشرحه بطريقتين. في مربع فين؟ كان على الشمال كده في الصفحه؟ اه بس تحت بس ما كانش في مربع ما كانش في مربعات بس ما كانش في مربعات برضه. طب الريتر الريتر عباره عن ايه؟ بص يا جماعه انا دايما بحس في الروماتولوجي هقول لك بطريقتين يا اما تكتب اي يو سي ده الناس المحترمه مش هقول لهم دايما اي يو سي اللي هو بيعمل ارثرايتس يورثرايتس كونجكتيفيتس تلاقي العين جاي يقول لك ايه؟ اه يا مفاصلي وماسك مفاصلي واه يا عين مش ماسك عين واه يا يورثرايتس وعنده يورثرايتس فعشان كده بيبقى ايه ده اللي هو ده على فكره اي يو سي دي هو بيبقى كده ليه؟ لانه بيشتكي من كونجكتيفيتس مش انتريوفيتس لان في سندروم تاني جاز ريم هتبقى عارفه السندروم ده اسمه بهست اللي هو بهجت بهجت ده بقى بيعمل ايلوت سايكرايتس انما ده اي يو سي لو بقى بالطريقه اللي هي الفلامنتيشيه يقول لك الريتر عباره عن ايه بقى؟ يقول لك كانت سي كانت بي كانت كلاينز شفت بقى؟ كان سي لان عنده ايه؟ كونجكتيفيتس كانت بي لان عنده ايه؟ يورثرايتس كانت كلايم ذا تري لان عنده ايه؟ مش قادر يتسلق يعمل اشجار لان عنده ارثرايتس فده كده اللي هو الريتر. فخد بالك مع البسالة بتبقى حلقة حلوة قوي يقول لك واحد كان بره مثلا وبعدين جاله وجع في بطنه وبعدين سخن شوية وبعدين شوية كده وقال لك ايه يا جماعة؟ ثم بعد كده اشتكى من عنده اي مفاصلي وعنده يورثرايتس وعنده يو تي اي ودخل ريد اي وعليه مش عارف ايه والحلقة ايه؟ طبعا هو ريتر سندروم انطبق ايه يا جماعة؟ بسالري ديزنتري كانت سي كانت بي كانت كلايم ذا تري حلو؟ دول مقصودين عشان ايه؟ تتميز مع الراجل اللي هو بيشرب. طب المهم تعالج الباسيلاري سنتري ازاي بقى؟ طبعا انت بايت خد بالك هنا انا هل هنا ايه رايك؟ ادي دواء للضاريه ولا بلاش؟ يعني هو طبعا عنده اسهال ياخد دواء للضاريه تبقى احمق وعمال كده يعني ياخد دواء للضاريه ليه اصلا؟ ليه؟ ده انا مصفحه الضاريه عشان تشيل تعمل وش اللي هي يا جماعه الحاجات اللي متنيله في سنين نيله دي فالضاريه بتبقى بتعالج هذا العيان الحقيقي. انما الانتي بايوتيك وانا قلت لكم قبل كده يا جماعه اكلت بره عود بقى كذا دخلت بره وحسيت وانت قاعد يعني مثلا ايه برضه بيقول لك ايه؟ مش قد كده، او مثلا حواليك برضه مش قد كده، او اللي هو ايه؟ عفوا من نفسك، بص من نفسك يعني سيبه في المكسسين. اول ما تحس لو في اي حاجه سيبه في المكسسين. هو المفروض 500 مللي جرام، المفروض مده من خمس ايام لاسبوع، مرتين في اليوم طبعا 500 مللي جرام. التايفويد كان كام؟ 700 مللي جرام مرتين لمده اسبوعين. لما احنا 500 مللي جرام مرتين لمده كام؟ سبع ايام. انا بقول لك اهو لو انت اكلت بره وحسيت العمليه برضه مش قد كده 750 مللي جرام على طول هو لا سبرو فار ولا نصيف ولا حاجات 10 طب 5 ايام 5 ايام سبرو فار ايه اللي احسن منهم بقى نصيف؟ لا بس خد بالك ان الموست كومن اكتر اميبا وكده عشان كده بعد الاكل برضه فلاجيل وكده. اقول لك على حاجه خد فلاجيل مع جرام نيجاتيف جرام نيجاتيف جينوتوني. بصوا بقى يا جماعه بالهرزيزس طبعا بالهرزيزس كنا خدناها قبل كده وعارفين بقى بالهرزيا المانسوناي والهيماتوبيوم واللي موجوده عندنا هي المانسوناي عارفين احنا خدناها في بالهرزيا لما قلنا ايه يا جماعه؟ في الليفر في الهيباتولوجي البورتال هايبرتنشن طبعا وعرفنا قصه ان هي عباره عن اوفا ملايين من الاوفا تروح تدور في الدم بتاعك تخترق الكولون وتمشي في الدم لكن ما تتحشر فين دايما؟ عارفين فاكرين بورتال ترايت؟ كان في فرع صغير من البورتال بيت ومحشوره فيه جسم لو سابها في امانه الله عادي انما جسم ما بيسيبهاش يبدا يكون بري بورتال فايبروزس وجرانيوما ومش عارف ايه فبورتال فين زي بورتال فين زي بورتال فين صغيرين قوي لما يتسدوا يحصل بورتال هايبرتنشن. العيان الحقير ده يشتكي من ايه بقى؟ هو عنده بالهرزيزس. لو انت فاكر كلمه بالهرزيزس كنا قلنا ومن بالهرسيا اللي كام كلمه؟ اربع كلمات صح؟ فاكرين يا جماعه الحاجات دي؟ هم اربع كلمات، اول واحده فيهم ديزنتري. طب وتاني واحده؟
بورتال هايبرتنشن. طب وثالث واحده ليفر سيل فيلير عشان الاسوشيتد ايه يا جماعه باثولوجي او الاسوشيتد ايتيولوجي. دايما اللي عنده بيرهرزيز بيبقى عنده هيب سي خصوصا في الاجيال القديمه معايا. وممكن كمان الاوفا دي بقى تشرد بعيدا جدا شارده بعيدا تروح في ايه بقى اللانجو وتعمل لك حاجه اسمها كوربال مونال بعد ما تعمل بورتال هايبرتنشن انها تمشي في البورتو سيستم ان شاء الله. ما علينا من الكلام. انا ما يهمنيش كل الثلاث حاجات دول، انا اللي يهمني النهارده بالهيرتزل سنتري. لان لما كنت بشرح الموضوع ده زمان قلت لكم ايه، انا ما يهمنيش اول واحده، كان يهمني الثلاث حاجات دول، شرحت البورتال هايبرتنشن ليفر سيفيلير كوربال مونال، لكن ما شرحتش ابدا بالهيرتزل سنتري. طب هي اعراض بالهيرتزل سنتري دي سنتري اللي هم الاربع كميات، ايه هم الاربع كميات؟ دايريا تلسمس ميوكاس بلاد فيرست. حلو الكلام. بس هتزود عليها كمان كلمتين ومن لطف الاقدر بينا، ومن لطف الاقدر بينا ان زيتان كلمتين. انا كلمتين دول هم عباره عن ايه يا جماعه؟ والله كل ما افتكر ان الموضوع ده بسمع بيه بحس ان انا جعت وضخت مش عارف ايه، او عشان افتكر وبهرتف. فالمهم يقول لك ايه بقى؟ اثنين بحرف البي. ايه هم الاثنين بحرف البي؟ الايه؟ ما تشوف لنا فتوى اللي هو في بص يا جماعه يقول لك ايه؟ في عندنا البليدنج بالريكتم وممكن يحصل كمان ايه يا جماعه؟ بوليبس. هي البوليبس بتاعت البلاكسيزس هتروح تيجي في الليفت ولا في الرايت؟ الليفت هي في الفصه ولا في الرايت؟ اذا ذكر في البلاكسيزس شمال على طول الليفت، البلاكسيزس شمال. فاكر الانفستيجيشنز بتاعت البلاكسيزس كانوا ست حاجات، ثلاثه بحرف البي، ثلاثة بحرف الاس. لما قلنا يا جماعه 3 اس في الاول بالارزيزس فيها 3 اس، اصلا اكتبه بالارزيزس هتبقى 3 اس، هتبقى اس 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 اللي هي ايه؟ ستول سيجمنتوسكوبي ممكن سيرولوجيكال معايا ولا مش معايا؟ طب بي 3 بي فيها بال بال بالارزيزس ففيها 3 بي اللي هي باريم والكلام ده، لكن اخر بي فيهم انا فاكر ده ايه؟ والبورتال هايبرتنشن انفستيجيشنز كانوا ست حاجات، اخر واحده فيهم على فكره الانفستيجيشن في البرازيز. فاكر لما انا قلت لك ما اعرفش اخد مسؤول؟ اه والله يا جماعه كاتب الارزيزز لا سته، يقوم كاتب سته، يجي في البورتال هايبرتنشن وفاحت راح في الاكل ايه؟ خرجون فده كده اللي هو ايه؟ في طلبه ربنا ما فيش خروج فيها، فكر فيها كده شوف لي ساعات في الامتحان قاعد فيها هتلاقي نفسك طول فيها شويه. فالمهم ازاي كده هو ايه؟ نعالج البلهرزيز ازاي؟ وانت تحفظ احفظ الادويه طبعا، بس اهم واحد فيهم طبعا برازيك كوينتات. برازيك كوينتات ده على فكره بيعمل حاجه في دواء واحد اكتشفه عالم في كليه الطب لا كليه العلوم الاصلي لانه مصري هجموه جون يا نهار لانه مثلا اوراق. اه والله كان عالم اسهل كليه علوم طبعا اصلا دي ضايقت كل الاطباء لان قال لك ايه كليه علوم وهي وازهري كمان احتلس من ازهري والعسكري وطالب احتلس من عسكري والكمساني وطالب من ازهري معروفين صح؟ هم بدا يهضموا كل طريقه يقول لك اظهر ايه يا عم ده بيعد نط على السبحه، اظهر ايه يا عم ده بيعد اللي هو كلام بقى ايه قعدوا يتريقوا عليه والله يا جماعه طبعا كتير كتير تريقوا عليه رهيبه. مع ان الدواء ده افكتيف والراجل ده لو كان سويسري او كان حتى شكل سويسري كان زمان والله عمل شغل جامد قوي. دواء مشهور قوي بس مالوش ميرازين اسمه ميرازين هو الان عالم مصري اكتشفه فقال لك اي كده هيطلع لي صدق. وتلاقي دكاترة تضعف تتزنق كارسينوجينيك ويقول لك مش عارف ايه، مع انه بيستخدم ثلاث ايام بس فقط. طبعا بيستخدم راسكونتات. تاخد ممكن مرة واحدة وخلاص. أنت عارف الراسكونتات ده بيعمل إيه؟ حاجة جامدة جدا. كالسيوم واحد يقول لي طب الكالسيوم عاوز كل يعمل ايه؟ خليها تقفش ايوه كونتراكت كده هتنزل تاني. خد بالك انت لو فاكر برضه حاجات البنهرزيزس لا ده هي الكالسيوم ده بتاخد كالسيوم ده تقفش لحد ما يموت لو كونتراكشن جامد جدا لحد بس لو انت فاكر برضه حاجات البنهرزيزس بيحصل حاجه جميله قوي بلاش نحط تفاصيل بس انت لو فاكرها البنهرزيز مع البنهرزيزيه بيبقى كالسيوم بيفرق جامد ممكن والله يزود كونتراكشن فعلا بس تحط ده كده اللي هو البراند كده احنا خلصنا الشق الممل الخنيق الممل اللي هو في جي اي تي خلاص انا خلصت مره محمد ربع محمد هم حاسه فعلا حاسه بس هو عموما من بكره بقى لا هنبدا بقى بكره انفلاماتوري باول ديزيز نبدا بقى بكره الجرد جرد بارون مغازات الاكاليزيا دلوقتي اشمعنى؟ بكره بقى عشان الجزء ده تذاكروه النهارده صراحه انفلاماتوري باول ديزيز
انتوا هتذاكروا الترازو الارضي. فالجزء ده خلاص مبوط يا بنت، احنا كده كده مخلصين اسبوع خلاص. بكره هناخد جزء يوم الثلاث صبح على الجزء. وخلاص الشغل. الانفكشن ده. خلي خفيف شباب الملاريا بس وشاطر معاك. دي ممكن اخدها بكره. لو انت رايح. ممكن بكره اخد جاي يا عم. لو قعدنا نطول شويه. كده ما تقولش ايه. مرة ما تقولش، احنا قلنا بقى يا جماعه هيبقى اول اسبوع في رمضان. طبعا يوم الخميس والجمعه والسبت طبعا دول مش هينفع معاك. ابتداء من يوم السبت ممكن ياخد بعض. انا زعلت. ما تقولش بس. مش هعمل حسابي بس يا جماعه من دلوقتي في رمضان بعد الفطار مباشره يعني الساعه 8 ونص. اول اسبوع هروح السنه وما بطلش. بس انت بتذاكر ولا ما بطلش؟ فمش هتفرق معايا. نفطر سوا اقول لكم يوم بعد الفطار. لا بلاش 4 ونص، خليها اصل عشان خليها بعد الاسبوع الاول. الاسبوع الخامس خمسه